السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الماركتينغ. شنو هو لي استراتيجي دو سيبلاج؟ مرحبا بكم. لي استراتيجي دو سيبلاج كاينين ثلاثه الانواع. النوع الاول هو السيبلاج كونسونطري، يعني في هذه الحاله الشركه كتلعب غير على واحد الطبقه ديال الكليان، واش غير الاطفال ولا غير النساء ولا الرجال ولا غير صحاب العلاقه، يعني كتلعب من جانب واحد. المثال ديال هذا النوع هذا هو شركة فيراري، يعني شركة فيراري كتلعب على الناس اللي عندهم العاقة، يعني شي واحد فقير ما يقدرش انه يشري السيارة تاع فيراري. يعني هنا شي واحد اللي عنده صالير عادي ممكن ياخذ عند شركة اخرى اللي كتخدم على واحد السيستم مختلف، يعني بحال داسيا وبحال الرونو وبحال بيجو. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجي ان ديفيرونسيي. هاد الاستراتيجية كيخدموا الشركات اللي كيقدموا واحد العرض ولكن كيستافد منه جميع الطبقات، يعني اي واحد ممكن ياخده. يعني بحال الشركه ديال شامبان كادومو في الاول كانت خدام بهذا السيستم، يعني عندها واحد القريعه صغيره ديال كادوم كيستعملوها كلشي، يعني كيستعملوا الاطفال، كيستعملوا النساء، كيستعملوا الرجال، اللي عنده الفلوس اللي ما عندوش الفلوس، المهم خدامه لجميع الفئات. لكن عكس دابا هي خدامه الاستراتيجيه الثالثه اللي غادي نهضر عليها دابا. الاستراتيجيه الثالثه والاخيره هي استراتيجي ديفيرونسي، يعني الاستراتيجيه الثانيه ان ديفيرونسي، الاستراتيجيه الثالثه ديفيرونسي. يعني هنا الشركه كتولي خدامه على كاع الفئات وكل فئه كدير المنتوج اللي خدام ليها، يعني هذا السيستم هذا اللي خدام بها 90% ديال الشركات واللي ناجحه وموكله الطرف ديال الخبز. هنا المثال ديال سيدي علي في المغرب، يعني كاينه ديال 2 دراهم، كاينه ديال 10 دراهم، كاين ديال 3 دراهم، كل فئه كتاخذ القرعه اللي قد عليها تاخذها، يعني هنا كل فئه كتاخذ المنتوج اللي قد عليه. ونتمنى انكم تفهمتوا هذا التروا استراتيجي ديال الماركتينغ، وكيف ما ديما كتسناو الدعم ديالكم. تحياتي.